السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوك اخوي. هلا اخوي حي الله. انت كأحد الثوار المنضمين لكتيبة اسود الشهباء الذين قاموا بتاريخ 23/3/2012 يعني من يومين بصد الهجوم عن مدينة عنادان ومنع وصول الامدادات الى مدينة عزاز. ايش رأيك في كتائب الاسد؟ والله يا اخي انا كنت مفكر انه عندنا جيش ودي يحرر اسرائيل. والله هو ما قادرنا احنا 20,000 نسمة ما قادرنا. ايوه. شلون شفت الامكانات تبع الجيش؟ لا امكانيات زبالة عندهم. ما بيهم. هذا بس تعميل فروج دجاج وبس.